الفيلم فوق 12 سنه، معنى كده ان الفيلم لجميع لكل انواع الاسره. فيلم هروب اضطراري 12 سنه جايب 60 مليون جنيه ماشي. فالتصنيف ده تصنيف عمري، بيعرفك انت واسرتك وانت جاي ان في افكار جوه الفيلم قد تكون مش هيفهموها، لكن ملهاش علاقه. احنا ما عندناش في مصر افلام اباحيه، يعني ما عندناش مشاهد اباحيه في بلاس 18 الا بعض المسلسلات طبعا زي ما انتوا بتشوفوا، يعني ده موضوع تاني، هم احرار. انما بعض لما الافلام في السينما ما فيهاش افلام، فالتصنيف ده تصنيف فكري للعمر، مش عشان القبولات ولا الحاجات الغريبه. لا الفيلم عندنا اصلا كله رجاله، يعني الحمد لله فيلم ما فيش حاجه. لا 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 بالعكس، ده كويس متصنف كده، يعني بالعكس ده حاجه حلوه ان انت الفكر الفيلم اعلى من 12 سنه. فيلم بيضحك، فيلم مفهوم، الفيلم ظريف، هو بس بعض المشاهد اللي فيها يمكن قتل بيخافوا على الاطفال يمكن، او يعني القتل بقى قلعن في التلفزيون كمان، لكن هو القتل عندنا قتل كوميدي، هي دي الفكره يعني. لا 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 خالص، ولا في اي حاجه، ولا في اي حاجه، مفيش اي حاجه من الحاجات الغريبه بتاعت الصحافه خالص. الفيلم فيلم طبيعي جدا، اتصور، اتعمل، خلص الحمد لله. نزل اغنيه دعديش وهتنال نفس نجاح اغنيه ديسباسيتو؟ لا طبعا، لا طبعا عمرها ما تنقل، مفيش ولا اغنيه في العالم هتنجح زي ديسباسيتو الاصليه. هتجيب 65 مليار بني ادم هتجيبهم منين؟ مفيش حاجه اسمها كده، انت بتعمل النسخه بس بتاعتك انت اللي فيها فكرك انت يعني بس.